عبر الهاتف من جدة تنضم لنا الدكتورة شذى أبو عوف، دكتورة في علاج سمنة الأطفال. دكتورة مساء الخير، أهلا بك معنا. تابعتي معنا التقرير، تحدث عن السمنة وتأثيرها على الأعضاء الحيوية، وتحديدا كيف تؤثر الدهون المتراكمة على الكبد وكيف تؤثر على صحة الإنسان. يعني لو أولا، إلى أي مدى تتفقين مع الدراسة؟ وثانيا، كيف يمكن أن نحمي الكبد من الدهون المتراكمة وبالتالي صحة البدناء إن صح التعبير؟ أهلا وسهلا بكم، يسعدني المشاركة معك. طبعا أنا أتفق كلية مع الدراسة، حيث لأنه في الآونة الأخيرة أشارت أكثر الأبحاث التي أجريت أن هناك علاقة قوية ما بين ارتفاع نسبة الدهون في الجسم وارتفاع الكتلة الجسمية وحدوث عملية حيوية داخل الجسم تدعى بعملية الأكسدة، ألا وهي عملية حيوية طبيعية تحدث لكل جسم، ولكن في حالة البدناء تحدث بطريقة سلبية وبطريقة عالية، مما تكون ما يدعى بالجذور الحرة. هذه الجذور الحرة هي التي لها علاقة كبيرة بضعف ووهن الأعضاء الداخلية في الجسم وإضعاف وظائفها. لذلك يمكن لأي جسم أن يمنع تكوين هذه الأجسام عن طريق نوع الحمية المتناولة، يعني تكون ذو قيمة غذائية عالية غنية بمضادات الأكسدة، وهي نوعية بسمينات معينة تمنع من حدوث هذه العملية. نعم. طيب ما ربما الأخطار التي تكون يعني نحن نواجهها في أجسامنا، سواء عن طريق السمنة عن طريق الوزن الزائد، والتي لا نعير لها الاهتمام، يعني وتكون يعني ربما تكبر والأخطار تكبر والأمراض تكبر داخل الجسم والشخص لا يشعر بها، ما مدى خطورة ذلك؟ طبعا اكيد هذه اصبحت هناك دلالات وعلامات بان الشخص المصاب هناك عمليات حيويه قائمه داخل جسمه قد تكون مؤديه الى ايذاء بعض الاعضاء في وظائفها، واللي من ضمنها زياده الوزن المفاجئه. على سبيل المثال في الاونه الاخيره نسمع كثير من الناس تقول لك انا لم اتناول ذلك الطعام الكميات كبيره ولكن هناك زياده مفرطه في وزني. هذا بناء على نوعيه الطعام، لأن نوعية الأطعمة هذه في الوقت الحاضر هي غنية بما يسمى بالدهون المشبعة أو المهدرجة، وهذه التي تدخل في تصنيع الأطعمة وهي يعني خارجة عن 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 إرادتنا، يعني إحنا ما إحنا داخلين في تصنيعها، ولكن لابد من رفع الوعي. نعم دكتورة، لكن كيف يمكن أن نحافظ على جسم صحي رشيق بعيدا عن السمنة في نفس الوقت لا نحرم أنفسنا من ربما الأغذية والأشياء التي نحبها؟ نعم نعم أكيد، للوصول إلى غذاء صحي لجسم صحي ورشيق يكمن في معادلتين، هو أن نتناول ما هو أقل مما ننتج من طاقة. لكي يتم الوصول إلى الوزن ليس المثالي ولا إنما الوزن الصحي. الوزن الصحي يتمثل في كفاءة عمل أعضاء الداخلية للجسم، عدم الشعور بالتعب المستمر، الإرهاق، عدم المقدرة على ممارسة النشاطات اليومية. أصبح منتشر شكوى الناس من هذه الأعراض. هذه دليل على أن الأعضاء الداخلية لا ليست في مكانتها الجيدة من عملها الوظيفي. تناول المزيد من الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن، شرب العصيرات الطازجة، تجنب المحلاة والصناعية السكرية. في حالة الرغبة في تناول المأكولات السريعة والمجففة يكفي تناولها خلال الشهر من مرتان إلى ثلاثة كأقصى حد. هناك بعض العوائل التي تتناولها بشكل يومي أو في أيام متتالية خلال أسبوع، وطبيعي هذا له أثر في حدوث أيضا ما يسمى بتشحم الكبد. شكرا لك على هذه المداخلة معنا الدكتورة شذى محمد أبو عوف، دكتورة في علاج سمنة الأطفال، كنت معنا عبر الهاتف من جدة، شكرا جزيلا لك.